السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدينا الأحبة الكرام وين ما كنتوا، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج مسابقة معارف التراث. إحنا وياكم بالموسم الثالث من هذه المسابقة الرمضانية الفرقية ما بين الجامعات العراقية. اليوم في هذه الحلقة راح نكون مع شبابنا طلبة جامعة البصرة وكذلك شبابنا من كلية الإمام الكاظم الجامعة للعلوم الإسلامية. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم شباب مجتبى علي حسين وكذلك صادق وعلي وحسنين، كل الترحاب بكم ونتمنى نكون وياكم في حلقة مميزة مليئة بأجواء التحدي والمنافسة في سبيل أن نصل إلى أعلى النقاط وأفضل الإجابات الصحيحة على ما سيرد من الأسئلة خلال الجولات الثلاث. للمعلومة ولتأكيد المعلومة، كل جولة فيها 4 أسئلة، سؤال واحد مخصص لكل واحد من حضراتكم والسؤال الأخير سيكون موجه للمجموعة ككل. نتمنى تركزون وتكون عندكم دقة في الإجابة في سبيل أن نحصل على نقاط وبالتالي نتأهل إلى المستوى الثاني من هذه المسابقة. قيمة السؤال الواحد في الجولة الأولى 10 نقاط، قيمة السؤال في الجولة الثانية 30 نقطة، وقيمة السؤال في الجولة الثالثة 50 نقطة. متفقين؟ جاهزين؟ تمام، على بركة الله نبدأ وإياكم مشاهدين الأحبة. والجولة الأولى في هذه الحلقة ما بين جامعة البصرة وكلية الإمام الكاظم الجامعة. نبدأ على بركة الله مع كلية الإمام الكاظم الجامعة، مع حسنين تحديدا. إن شاء الله احنا عازمين على المركز الأول، العام أخذنا المركز الثالث إن شاء الله السنة الأول. شلونك يا حسنين؟ كل الأمور طيبة وتمام؟ الحمد لله وشكرا. إن شاء الله راح نبلش وياك بالسؤال الأول، وسؤالك يا حسنين يقول كنترول، السؤال الأول: من الرحالة العرب الذين زاروا مدينة الحلة وكان يلقب بالأندلسي هو ابن جبير أم محمد بن عمران المرزباني أم الحافظ الغيموري؟ من من هؤلاء هو من الرحالة العرب الذين زاروا مدينة الحلة وأنت ابن الحلة؟ إن شاء الله نثبت على الإجابة الأولى. نثبت على الإجابة الأولى، ولا زال الوقت معاك 30 ثانية، متبقي منها 15 أو 13 ثانية. إن شاء الله نثبت على الجواب الأول ابن جبير. الإجابة الأولى ابن جبير يا كنترول، والإجابة صحيحة، عفي عليك يا حسنين، بداية موفقة مبارك، كل التوفيق. 10 نقاط معانا في رصيد كلية الإمام الكاظم الجامعة. نرجع ويا جامعة البصرة ونبلش ويا حسين. خسرنا إن شاء الله نعوض، إن شاء الله راجعنا. شلونك يا حسين؟ الله يحفظك، حياك الله. تمام بلش وياك بالسؤال الأول إن شاء الله ونشوف سؤالك شو يقول. أشهر سوق في العشار هو سوق المغاييز وقد سمي بسوق الهنود، ليش؟ لأن أكثر مرتاديه هم من الهنود، أم لكثرة بائعي التوابل من الهنود في السوق، أم لأن أكثر سكانه من الهنود؟ شنو هو السبب وراء هذه التسمية؟ 30 ثانية فقط يا حسين. لماذا سمي بهذا الاسم سوق المغاييز؟ إن شاء الله مع الإجابة الثانية. الإجابة الثانية. لكثرة بائعي التوابل من الهنود في السوق. متأكد؟ إن شاء الله. رايح السوق أنت؟ رايح إن شاء الله. يعني متأكد؟ إذا نثبت على الإجابة الثانية وننتظر الكنترول يأكد لنا المعلومة. بكثرة بائعي التوابل، إجابة صحيحة، عفي عليك يا حسين، كل التوفيق. إذا 10 نقاط أيضا من نصيب جامعة البصرة وتعادل في السؤال الأول لكلا الفريقين. نرجع مع علي. إن شاء الله جيد جدا بإذن الله، يعني نتأمل خير. نروح للسؤال الثاني في هذه الجولة، وسؤالك يقول: عاصمة السومريين الدينية وحاضنة أول مكتبة في التاريخ هي نيبور أو إيسون أو سيرخون؟ عاصمة السومريين الدينية وحاضنة أول مكتبة في التاريخ، 30 ثانية إن شاء الله. ويا الجواب الثاني بإذن الله. الجواب الثاني إن شاء الله. إيسر متأكد؟ بإذن الله. إذا كنترول نروح للإجابة الثانية، والإجابة الثانية خطأ للأسف يا علي، ليست صحيحة هذه الإجابة. الإجابة الصحيحة هي نيبور، عاصمة السومريين. كنا نتمنى تكون متأكد أكثر من الإجابة
وتركز على ما سيأتي من الأسئلة القادمة. شكرا لك. يلا من علي إلى علي. إذا الله راد نعوض. إيه إحنا متعاونين بيناتنا بتوفيق من الله. إلى جامعة البصرة. ونروح إلى سؤالك يا علي. وسؤالك يقول في أي سنة ظهر لأول مرة موضع القبر الشريف لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ 233 للهجرة لو 175 للهجرة لو 341 للهجرة. 30 ثانية وياك يا علي، حاول تفكر، استرجع ذاكرتك، أي معلومة تؤدي بيك إلى هذه الإجابة، حاول تستذكرها، نعطينا جواب صحيح قبل أن ينتهي الوقت المتبقي اللي هو 10 ثواني. أحتاج إجابة يا علي قبل أن ينتهي الوقت ويانا. 233 هجرية. 233 هجرية، نختار الاختيار الأول. كنترول الاختيار الأول. شو يقول؟ للأسف الإجابة خاطئة يا علي، الاختيار الأول هو ليس صحيح، الإجابة الصحيحة هي 175 هجرية. نتمنى تركزون وتعوضون إن شاء الله فيما سيأتي من الأسئلة. لازلنا في الجولة الأولى وقيمة السؤال هنا 10 نقاط بالإمكان تعويضها إن شاء الله. يلا صادق، مصممين على المركز الأول بإذنه تعالى. تنوع بالأسئلة، يعني لا هي دينية بحتة ولا هي جغرافية بحتة ولا يعني الرصيد العلمي مال عام، يعني إن شاء الله تعالى نفسها يعني على نفس النهج. نرجع إلى كلية الإمام الكاظم الجامعة وإن شاء الله موفق فيما سيأتيك من سؤال. الله يحفظكم. السؤال لك يقول من حيث المساحة تعد محافظة المثنى ثاني أكبر محافظة، ثالث أكبر محافظة، رابع أكبر محافظة من حيث المساحة؟ يلا يا صادق 30 ثانية معاك فقط، خليك مركز. خارطة العراق شوية ثاني جغرافية. أكبر محافظة ثاني أكبر محافظة إن شاء الله. ثاني أكبر محافظة ثاني إن شاء الله. بعد منو؟ يعني بعد الأنبار أكيد. بعد الأنبار أي بل. يلا يا كنترول، ثاني أكبر محافظة إجابة صحيحة، عفي عليك يا صادق. ثاني أكبر محافظة بعد حافظ وفاهم، وبالضبط بعد الأنبار تأتي المثنى كثاني أكبر محافظة في العراق. كل التوفيق يا صادق. 20 نقطة معانا كلية الإمام الكاظم، 10 نقاط معانا جامعة البصرة. مجتبى، نعم ما حلفنا الحظ، جبنا 60 إن شاء الله نضاعفها. تعتمد على المعرفة وساعة الطلاع، حاول نجاوب عليها إن شاء الله نعوض. مهمتك هنا شوية ممكن تكون صعبة، حاول تعدل الكفة إن شاء الله. يلا سؤالك يقول نعم، تقع مدينة السماوة على ضفاف نهر دجلة نعم، لو نهر الفرات لو نهر ديالة. نعم مدينة السماوة تقع السماوة. 30 ثانية يا مجتبى، انت تاريخ لكن نحتاج جغرافيا اسمح لنا. نروح يعني شوي يجي من الشمال وهذا يجي من الشرق، فاروح لنهر الفرات ان شاء الله. خير الامور اوسطها ان شاء الله. نهر الفرات اذا الله رات ان شاء الله. نهر الفرات ناكد ان شاء الله. اذا ناكد ان شاء الله على نهر الفرات. كنترول، مجتبى يقول نهر الفرات، ونهر الفرات صحيح. عفي نعم. عليك اجابه موفقه يا مجتبى. كنت متأكد من المعلومة؟ لا متأكد، لأن يجي من الشرق سوريا زين، ونهر السماوة تصير جنوب شرقي العراق. حلو، أريد هذا التركيز مع الجميع ونتمنى التوفيق لكم. 20 نقطة ب20 نقطة لكلا الفريقين، ووصلنا إلى سؤال المجموعة. تمام، سؤال المجموعة كلية الإمام الكاظم، سؤالكم يقول السؤال الأخير في هذه الجولة. السؤال يقول من أسماء مدينة النجف الأشرف هو الملطاط، فما معنى هذا الاسم؟ هل هي المدينة الكبيرة أم ساحل البحر أم المقبرة الكبيرة؟ سولفوا مع بعض، اتأكدوا من الإجابة قبل أن ينتهي الوقت. اسم المقبرة ما كانت معروفة في ساحل البحر، ما هو اسم المدينة الكبيرة خطأ، لأن النجف كانت مدينة صغيرة في ساحل البحر اختارت الشعر الله تعالى. 10 ثواني متبقية. الإجابة الثانية إن شاء الله. الإجابة الثانية يا صادق، شنو هي الإجابة؟ ساحل البحر إن شاء الله. ساحل البحر متأكدي؟ إن شاء الله. يعني مو المقبرة الكبيرة؟ لا لا، إذن ساحل البحر هي الإجابة الثانية يا كنترول إن شاء الله. وإجابة صحيحة، عفية عليكم. صادق كنت متأكد وحاولت
تقولهم هي هاي الإجابة وتقنعهم. إن شاء الله. أي بلي سابق. متأكد من المعلومة. لأن النجف سابقا يعني ما كانت معروفة بها مقبرة، فما كانت مقبرة كبيرة، وأيضا كانت مدينة مائية صغيرة يعني مو كبيرة، وكانت على ساحل البحر، فإذا ساحل البحر. جميل، إجابة موفقة ودقيقة وناتجة عن المعلومة وفهم. جميل، نروح إلى جامعة البصرة. سؤالكم يقول يا شباب، من من الأنبياء عليهم السلام ولد في ذي قار؟ هل هو إبراهيم الخليل، النبي يونس، أم النبي شيت؟ 30 ثانية، خليكم دقيقين، شاوروا فيما بعض حتى توصلون للإجابة الصحيحة. الأنبياء أروح الأنبياء إن شاء الله. مع الإجابة الأولى إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل عليه السلام في ذي قار. في ذي قار. كنترول، ثبت على الإجابة الأولى إبراهيم الخليل وإجابة صحيحة، عافية عليكم، كل التوفيق. إذن وصلنا إلى 30-30، ختام الجولة الأولى بأجواء التعادل، ختام حلو ويساعدنا على أن نروح للجولات القادمة بروحية عالية وبمنافسة قوية ما بين الفريقين. جامعة البصرة 30، كلية الإمام الكاظم الجامعة 30، وأنتم مستمعين ومشاهدين الأحبة في كل مكان خليكم ويانا. راح نروح إلى فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين نكمل جولتنا الثانية في مسابقة معارف التراث، خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدين الأحبة في كل مكان، وهذه هي عودة لكم في مسابقة معارف التراث. وصلنا وياكم للجولة الثانية في هذه الحلقة وهذه المباراة ما بين فريقي جامعة البصرة وكلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. 30 نقطة ب30 نقطة هو حصاد الجولة الأولى. الجولة الثانية شرح تكون النتائج وقيمة السؤال الواحد 30 درجة بقيمة ما لديهم الآن. إذن نبلش وياكم البصرة وكذلك كلية الإمام الكاظم. البصرة خليكم مركزين، هذه المشاركة الثانية ويانا، يعني الفوز هنا مهم بالنسبة لكم. إذا فزتوا باقين، وإذا ما فزتوا باقين بقلوبنا. إذن نبلش وياكم يا جامعة البصرة، والسؤال الأول راح يكون مع حسين. السؤال الأول يقول: قصيدة عينية قيلت في الإمام الحسين عليه السلام وكتبت أيضا بماء الذهب على ضريحه الشريف، فمن قائلها؟ هل هو محمد مهدي الجواهري، السيد حيدر الحلي، السيد رضا الهندي؟ قصيدة عينية قيلت بحق الإمام الحسين. ركز يا حسين وانطيني إجابة في غضون 30 ثانية، وتبقي منها 17. ركز وحاول تنطيني الإجابة. مع الإجابة الأولى محمد مهدي الجواهري. مع الإجابة الأولى محمد مهدي الجواهري. ثبت يا كنترول الإجابة الأولى، والخيار الأول إجابة صحيحة، عفية عليك يا حسين، كل التوفيق. عندك معلومة ولا تدري الجواهري عنده قصيدة وخلاص؟ لا أدري عنده قصيدة وخلاص. عندك قصيدة وقلت عسى ولا عسى، يعني شاك بها، هي مكتوبة ماء الذهب على ضريح الشريف يعني. جميل جدا، كل التوفيق وعاشت إيدك. 30 نقطة إضافية، صرتوا 60 نقطة. خلينا نشوف شبابنا في كلية الإمام الكاظم الجامعة، ونبدو وياك يا حسنين. سؤالك يقول: من القائل فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع بأعبقي، من نفحات الجنان روحا ومن مسكنها أضوعي؟ محمد مهدي الجواهري، عبد الرزاق عبد الواحد، أم السيد جعفر الحلي؟ من من هؤلاء الشعراء قائل هذه الأبيات؟ حسنين ركز، 30 ثانية والإجابة بين يديك. سرون 60 تبقون 30، أنا أقول سيروا 60 وخلونا نكمل بتعادل إن شاء الله. مع الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة السيد جعفر الحلي. جعفر الحلي متأكد؟ نص ونص، انطيني إجابة أخيرة خلاص الوقت. السيد جعفر الحلي. السيد جعفر الحلي، كنترول يثبت على السيد جعفر الحلي، والإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة محمد مهدي الجواهري. الإجابة بين يديك يا حسنين، يلا القادم أفضل إن شاء الله، وبالإمكان التعويض. خلونا مركزين شباب، كل سؤال بثلاثين درجة، والثلاثين تغير مسار النتائج كاملا. يلا يا علي نرجع لك، ونرجع لجامعة البصرة، والسؤال يقول: أصدرت المدرسة الهندية الكبرى في مدينة كربلاء المقدسة مجلة عام 1371 هجرية، أطلق عليها أجوبة المسائل الدينية
أو المسائل المنتخبة أو أسئلة وردود. ما اسم هذه المجلة؟ 30 ثانية وياك فقط، ركز. عندكم 60 سووها 90. حلو نتقدم وحلو تبقون ويانا بالمسابقة. أريد منك جواب قبل ما ينتهي الوقت. الجواب الأول أجوبة المسائل الدينية. أجوبة المسائل الدينية إن شاء الله. متأكد يا علي؟ إن شاء الله. كنترول، أجوبة المسائل الدينية إجابة صحيحة. عافية عليك يا علي، ضربة حظ قلتها؟ لا إن شاء الله، لأن المسائل المنتخبة مع السيد السيستاني وأسئلة وردود شوي ضعيفة فنيا. ضعيفة فنيا أسئلة وردود ولغويا إيه شوي ذيك. حلو، إذا أي معلومة عندنا ساعدنا في الوصول للإجابة الصحيحة؟ الأجوبة المنتخبة لا، ما الغير واحد. وأيضا ردود أو أجوبة وأسئلة وردود ضعيف، فإذا الخيار الأول هو الإجابة الصحيحة. عفي عليك يا علي، صرنا 90 درجة بفضل إجابتك. جامعة البصرة، جامعة أو كلية الإمام الكاظم الجامعة، وياك يا علي أيضا. خلينا نروح إلى السؤال الثاني في هذه الجولة الثانية، وإن شاء الله موفق في الإجابة. السؤال لك يقول: تقع المدرسة الدينية التي تسمى المدرسة العلمية الجعفرية في كربلاء المقدسة أو في سامراء أو في النجف الأشرف؟ مدرسة دينية وين ممكن تكون من بين هذه المحافظات؟ 30 ثانية معاك يا علي، وبالإمكان أن تجيب على هذا السؤال خلال الوقت. إن شاء الله سامراء. سامراء بإذن الله. 10 ثواني متبقية. إن شاء الله سامراء. ثبت على سامراء، وعلي يقول الإجابة هي سامراء. يا كنترول انطينا الإجابة الصحيحة. إجابة صحيحة، عفي عليك يا علي، إجابة موفقة. يعني لربما بالعادة يقولون النجف الأشرف، لا هي سامراء بإذن الله، لأنه هي معروفة بالمدارس الدينية أو كربلاء المقدسة. أو كربلاء، ذهبت إلى سامراء بإذن الله. قاري هذا الاسم بإذن الله. يلا، إجابة موفقة بكل الأحوال، إجابة صحيحة، وصرنا 60 درجة. كل التوفيق. يلا نكمل معاكم ونرجع إلى مجتبى. نعم. وإلى جامعة البصرة. نعم. نعم الله عليك. نعم. سؤالك يقول يا مجتبى. نعم. المكتبة الظاهرية أسسها الظاهر بيربس عام 676 للهجرة، وتقع ضمن المدرسة الظاهرية الكائنة في باب البريد في مصر أو سوريا أو اليمن. وين تكون هذه المكتبة؟ ركز لي وانطيني الإجابة بالثلاثين ثانية المخصصة عندك فقط. مصر، سوريا، اليمن، وين من هذه الدول رايح أنت؟ أنا رايح ليران. رايح ليران، حلو، محايد، جميل. يلا انطيني إجابة قبل ما ينتهي الوقت. أروح ويا سوريا. تروح ويا سوريا؟ روح ويا سوريا. يعني كونها دولة جارة؟ لا، مش وايد شغله جاره، لان شوي يعني هي بين مصر وسوريا احسها يعني، بس انا راح ويا سوريا ان شاء الله. عندك احساس يقول سوريا؟ سوريا ان شاء الله. سوريا الاحساس ينفع مع الكنترول. كنترول، سوريا اجابه صحيحه، واحساسك في محله. عافية عليك يا مجتبى، اجابه صحيحه والاحساس خلانا 120 نقطه ان شاء الله. يلا نشوف احساس صادق ايش راح يكون. سؤالك يقول يا صادق في هذه الجوله الثانيه، مكتبه في فاس في المغرب تعد أقدم مكتبة ولا زالت قائمة، أنشأتها فاطمة الفهرية في القرن الثالث الهجري. ما اسم هذه المكتبة؟ هل هي مكتبة جامع القرويين، أم مكتبة الزيتونة، أم مكتبة الفهري في المغرب؟ ها، في مدينة فاس. 30 ثانية وشوف لك فد اسم يرهم على مدينة، يعني على المغرب أو مدينة فاس تحديدا. وإذا عندك معلومة أكيدة ف هي لو الأول لو الثاني. لو الأول لو الثاني. لو الأول لا الثاني. حلو، تسقيط فردي للإجابات، بس أنا راح أختار الثاني. أنا راح أختار الثاني، مكتبة مكتبة الزيتونة إن شاء الله. مكتبة الزيتونة، بس مو أكيد، بس أختار إن شاء الله. إن شاء الله نثبت. عندك وقت، خلاص الوقت. ثبت. مكتبة الزيتونة. كنترول، هذا هو ما اختاره صادق، وللأسف الاختيار خطأ. الاختيار الصحيح والقرويين. وأنت كنت قريب من الإجابة. نعم. كنت يعني
متردد في الإجابة لكن كنت قريب منها. عموما بالإمكان التعويض فيما سيأتي. عندنا نقاط قادمة من 50 درجة عدا السؤال الجماعي اللي راح يكون لكلا الفريقين. نعم. شلونهم البصرة؟ بخير. دمتم بخير. نرجع لكم السؤال الجماعي وياكم. السؤال يقول: مقولة شهيرة قالها الخطاط ولد الخط في بغداد ومات في بغداد. التركي حامد الأحمدي هو من قال هذه الجملة بمناسبة وفاة الخطاط العراقي. هاشم البغدادي، الملا علي الفضلي، أم محمد أمين الكردي؟ شو وقت قال هذه المقولة بوفاة من هؤلاء الخطاطين؟ ركزوا لي، حاولوا تربطون المعلومات والإجابات وتطلعون بالنتيجة. مع الجواب الثالث محمد أمين الكردي. محمد أمين الكردي لما توفى قال حامد الآمدي ولد الخط في بغداد ومات في بغداد. ثبتون. خلاص الوقت. كنترول. محمد أمين الكردي إجابة صحيحة. كنترول يقول لا، هاشم البغدادي شيخ أو عميد الخطاطين. للأسف نبقى على 120 ورصيدنا حلو وجميل، يودينا يوين؟ للمرحلة الثالثة. سؤالكم يا شباب كلية الإمام الكاظم، أعطيكم فرصة لطيفة تعدلون مستوى الإجابة. من هو جامع كتاب نهج البلاغة؟ هل هو الشريف الرضي أم الشريف المرتضى أم ابن أبي الحديد المعتزلي؟ 30 ثانية، ركزوا سولفوا تناقشوا. الشريف الرضي واضح معروف جدا. الشريف الرضي بإذن الله. متأكدين؟ إن شاء الله. واثقين من المعلومة؟ 100% إن شاء الله. تعال روحوا يا جمهورنا ويا الكنترول ونشوف الإجابة. الشريف الرضي. كنترول إجابة صحيحة، عفية عليكم. صرنا 90 إن شاء الله وهنا 120. الفارق مو هواي ترى، يعني الجولة الجاية قيمة السؤال 51، يعني عندكم 200 وانتوا عندكم 200. أي خطأ وأي فوز راح يفيد شاء الله. نكمل وياكم جمهورنا الأحبة في كل مكان في هذه الأجواء، أجواء المنافسة والسباق ما بين متسابقي جامعة البصرة وكلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. خليكم ويانا، نروح إلى فاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ونكمل الجولة الأخيرة في هذه الحلقة في مسابقة معارف التراث. خليكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدين الأحبة الكرام والجولة الثالثة في مسابقة معارف التراث، والجولة ما بين جامعة البصرة وكلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة. الرصيد الحالي 120 نقطة لدى جامعة البصرة و90 نقطة لدى كلية الإمام الكاظم الجامعة. عندنا 4 أسئلة في هذه الجولة لكل فريق من الفرق المشاركة معنا، قيمة السؤال الواحد 50 نقطة. خلينا مركزين، خلونا نعدل مستوى الدرجات وتصير المنافسة أعلى وأحلى. نبلش ويا كلية الإمام الكاظم ونروح وياك يا حسين بالسؤال الأول قيمته 50 نقطة. جاهز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال يقول: مقام الإمام الصادق عليه السلام الذي شيده الزعيم البكتاشي جهان ددة سنة 906 للهجرة والذي يعرف بشريعة الإمام جعفر بن محمد يقع في محافظة مازندران أو كربلاء المقدسة أو الكوفة العلوية؟ حاول تسترجع خزينك المعرفي وذاكرتك وتنطيني الإجابة. 30 ثانية معاك يا حسين، مضمن عدها 15 إن شاء الله مع الإجابة الثالثة. الكوفة العلوية ضربة حظ ولا متأكد؟ لا ما متأكد. ضربة حظ. كنترول نروح إلى الكوفة العلوية، والإجابة خطأ يا حسنين. الإجابة الصحيحة هي كربلاء المقدسة للأسف. يلا خلونا بهمتنا وبروحنا الحلوة ونكمل وياكم. نرجع وياك يا حسين جامعة البصرة، ضامي لكم من سؤال يا كنترول. السؤال يقول: الأمير جمال الدين قشتمر الناصري كان شجاعا كريما جوادا متعففا ذا همة عالية، بلغ من العمر 70 سنة، توفي في بغداد وحمل جثمانه إلى سامراء كربلاء النجف. وين؟ ركز
خلال 30 ثانية. أريد منك جواب دقيق تعزز ما عندكم من نقاط وتضيف 50 نقطة وتصيرون 170. مشاركتكم الثانية والفوز عندكم مهم. مع الإجابة الأولى سامراء. إذن كنترول نروح إلى الإجابة الأولى سامراء، والإجابة هي خاطئة للأسف يا حسين. الإجابة الصحيحة هي كربلاء المقدسة. كنا نتمنى تكون أكثر تركيز في هذه الإجابة. نكمل معاكم ونرجع إلى كلية الإمام الكاظم عليه السلام الجامعة، ومعاك يا علي تحديدا إن شاء الله. سؤالك يقول: كان من العلماء القائمين بالوظائف الشرعية بالعراق، ويعد من أجل تلاميذ المجدد الشيرازي بسامراء، هل هو الشيخ المولى أبو طالب العراقي، الشيخ أبو طالب الهمداني، أم الشيخ إبراهيم العاملي؟ 30 دقيقة وياك يا علي، ونحتاج منك إجابة دقيقة خلال هذا الوقت. ذكر عندك 90 نقطة فقط، تحتاج تصعدهم. منافسة عالية إن شاء الله. مع الجواب الثالث الشيخ إبراهيم العامل. الشيخ إبراهيم العامل. علي حسنين قال ضربة حظ، أنت متأكد ولا أيضا ضربة حظ؟ أيضا ضربة حظ. أيضا ضربة حظ. نروح للكنترول ونشوف حظ علي شن راح يكون بهذه الإجابة. للأسف الإجابة خاطئة يا علي، كنا نتمنى منك إجابة صحيحة وتعوض النقاط، لكن إجابة صحيحة هي الشيخ أبو طالب الهمداني وليس إبراهيم العامل. لا زالت الفرصة قائمة يا علي إن شاء الله، ونكمل ونرجع ويا علي من جامعة البصرة. سؤالك يقول يا علي: صاحب الحاشية على تهذيب المنطق المعروفة بحاشية الملأ أو الملة ويلقب بنجم الدين، فهل هو الملة عبد الله بن الحسين اليزدي، أم الشيخ فتح الله بن شكر الله الكاشاني، أم الشيخ محمد بن الحسن الاسترابادي؟ 30 ثانية معاك يا علي، تختار واحد من هذه الإجابات الثلاث كإجابة صحيحة على السؤال وتعززون نقاطكم وصيرون 170 نقطة. ركز وطيني إجابة، بقى عندك 8 ثواني. نروح على الثاني. نروح للثاني. نروح على الشيخ فتح الله بن شكر شكر الله الكاشاني. كنترول الإجابة الثانية خطأ للأسف يا علي، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي الأولى، الملا عبد الله بن الحسن اليزدي للأسف. يلا خلينا بعدنا محافظين على روحيتنا الحلوة، نرجع المجتبى والصادق. يلا يا صادق، سؤالكم في هذه الجولة الثالثة يقول: تسمية تطلق على الآثار الضارة بالمخطوط التي تحدثها حشرة الأرض يطلق عليها التشعيث أو الخزم أو التسويس، ماذا يطلق على هذه الآثار الضارة بالمخطوطات الناتجة من قبل الأرض؟ ما عندي معلومة دقيقة، بس ما عندك معلومة دقيقة، بس خلنا نختار التسويس مثلا. تسويس إن شاء الله. يعني مو التشعيث ولا الخزم؟ لا لا، التسويس إن شاء الله. تسويس. التسويس. إذا نثبت إجابة إن شاء الله. كنترول نثبت إجابة على التسويس، وهي الإجابة الثالثة وإجابة صحيحة. عفية عليك يا صادق. من تسويس الأسنان. من تسويس الأسنان، ربطت المخطوطات هي الأسنان. بلي جابت لنا نتيجة وصلنا 140، وهي هاي الغاية. الله يحفظك. إجابة صحيحة وموفقة. شلون ما نربط الإجابات؟ خلونا نربطها. المهم نوصل إلى إجابة، وإجابة تجيب لنا نتائج ونخلينا مواصلين ومكملين في هذه المسابقة الممتعة بمعلوماتكم، بمنافستكم، بحضوركم المميز. يلا نكمل معاك مجتبى ونرجع للبصرة. نعم. إلى جنوب العراق، إلى شط العرب، وسؤالك يقول: قاعدة من قواعد كتابة الحروف وهي بدء الحرف بنقطة بعرض القلم تسمى، هذه القاعدة ماذا تسمى؟ التسنين أم الترويس أم التنقيط؟ بماذا تسمى هذه القاعدة؟ 30 ثانية وياك يا مجتبى، والإجابات يعني متقاربة لربما. أروح للإجابة الأولى.
الأولى تسنين وليس التنقيط. تنقيط أقول بالنهاية الصفحة كذا ينقضون. شوف زين. الأولى روحا إن شاء الله تكون خير. روح للأولى إن شاء الله. وإحنا والكنترول هم نروح للأولى والكنترول يقول غلط، جاب خاطئ يا مشتبة، جاب الصحيحة هي الترويز، خير الأمور أوسطها إن شاء الله. لا تنقيط ولا تسنين. يلا خلينا متقدمين 120 140 أكو عندنا فرصة بالسؤال القادم. عندكم 50 نقطة وعندكم 50 نقطة تمام. الخمسين النقطة وياكم. سؤال هيقول من مؤلفات السيد حسين القزويني المتوفى سنة 1208 للهجرة تحصيل الإيقان في شرح نظم البرهان في أي علم يتكلم هذا المؤلف؟ هل السيرة والتاريخ أم علم الفلسفة أم علم العقائد؟ لو عقائد لو فلسفة سولفوا. لو عقائد لو فلسفة السيرة والتاريخ مساعدة. البرهان عبران النظم بالعقائد في شرح نظم البرهان، فأنا أختار العقائد. ثالثا إن شاء الله علم العقائد إن شاء الله. أنتوا علوم إسلامية على علوم القرآن على لغة عربية. هي لو فلسفة لو عقائد بس شو اسمه، بس هي أقرب إلى العقائد إن شاء الله. يعني الثالث إن شاء الله. إذن علم العقائد كنترول. الشباب يقولون علم العقائد والجواب صحيح. عفية عليكم. 140 صارت 190 بفضل هذه الإجابة الصحيحة. فرصتنا يا شباب يعني موجودة إنه نعدل نقاطنا ونروح للسؤال. وسؤالنا لجامعة البصرة الأخير في هذه الجولة يقول شرح شرائع الإسلام للمحقق الحلي ألف عليه السيد محمد باقر الشفتي المتوفى سنة 1260 شرحا سمى زبدة الأحكام في شرح شرائع الإسلام أم مطالع الأنوار المقتبسة من آثار الأئمة الأطهار أم جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؟ 50 نقطة حلوة تجينا نعدل بيها نتيجتنا ونطلع بفارق أقل. 30 ثانية كافية حتى نختار واحد من هذه الإجابات. يلا يا شباب استثمر وقتنا وعدنا 10 ثواني. جاب الأولى الأحكام في شرح شرائع الإسلام. زبدة الأحكام في شرح شرائع الإسلام. متأكدين شباب؟ إن شاء الله. شفتك افتريت عليهم حسين وكنا كأننا متأكد من الإجابة. إن شاء الله مو متأكد بس إن شاء الله. مو متأكد بس إن شاء الله. ونعم بالله. نروح يا كنترول للإجابة الأولى وللأسف الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي الثانية، مطالع الأنوار المقتبسة من آثار الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذا بقي يعني الرصيد لديكم 120 نقطة مقابل 190 نقطة إلى جامعة أو كلية الإمام الكاظم الجامعة. فبهذا يكون يعني لقاء البصرة هو اللقاء الأخير معانا في هذه المسابقة من خلال هذه الجولة. كنتم حقيقة رائعين في كل الإجابات ورائعين في كل التفاصيل اللي وصلتوها من خلال معلوماتكم وإمكانياتكم في المنافسة ضمن هذه المسابقة. شكرا لكم وشكرا لحضوركم. كذلك كل التوفيق لكم شبابنا في كلية الإمام الكاظم الجامعة. كنتوا حريصين على أن تجاوبون ونتحققون أعلى النتائج. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وأنتوا أيضا جمهورنا الكريم لكم حصة كبيرة في هذه المسابقة والمشاركة في الإجابة على السؤال المخصص لحضراتكم وهو سؤال الجمهور. وفي هذه الحلقة السؤال لكم يقول يا مشاهدين الأحبة، موسوعة طبقات أعلام الشيعة هي من تأليف من؟ موسوعة طبقات أعلام الشيعة هي من تأليف من؟ الإجابة على هذا السؤال تكون من خلال الأرقام الظاهرة أو الرقم الظاهر في أسفل الشاشة من خلال تطبيق الواتساب. ونتمنى لكم التوفيق في الإجابة وإن شاء الله تكونوا من الفائزين الثلاث في الجوائز المقدمة لهذه الجائزة، جائزة الإجابة على الرسائل النصية. ثلاثة جوائز قيمة، الأولى هي الذهاب إلى المدينة المنورة، الثانية هي الذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، والإجابة الثالثة والجائزة الثالثة هي الذهاب إلى زيارة السيدة زينب عليها السلام. إذن نتمنى منكم المشاركة في هذه الإجابات على الواتساب
وإن شاء الله لكم التوفيق. الشكر موصول لكم أيضا شبابنا في جامعة البصرة، شكرا لكم شبابنا في كلية الإمام الكاظم الجامعة. على أمل أن نلتقي وإياكم مشاهدين الأحبة في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.